رعى السيد بسام الخلايلي مدير مدينة الحسين للشباب حفل تكريم المجموعات الكشفية والإرشادية الذي أقيم في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، وذلك في ذكرى الوفاة الأولى لرئيس القطاع السابق المرحوم منذر زميلي. واشتمل الحفل على عدد من الفقرات والفعاليات الفنية والكشفية وأنشودة رثاء للفقيد، كما تخلل الحفل تكريم ومنح 3 من الرواد الأوائل في العمل الكشفي الأهلي، بالإضافة إلى تكريم المجموعات الكشفية المشاركة في مسابقة التميز.